عشان هو بقى ايشي افيك شكون عنده الميكرو مثلا نوران سي دوفري فوتر ميكرو سينو وي تفضل نوران عسلامة راحل الميكرو متاعك Sinon, on va voir avec Aguir, Osama. Vous confirmez un comptement fait, l'écran واضح. Raihan, traha le micro. Hazem, Aslema. بخير Aïe, alhamdoulilah. Bakhir, مهم تسمع فيه. L'écran واضح, Hazem. اي واضح مسيو واضح سبب Ok, je vais donc. Bien, on va commencer donc l'exercice numéro 1. deux Qui veut essayer? Tu veux essayer Hamza? Plutôt Hazem. الحق ما فهمتوش الحق انا ولا فهمته سايب شوي شيء في حاجات انت ريزومي ادوات مش هو الفهم في حد ذاته ادوات اللي يمكن ضاعت عليك انت نوفيام تاع بريمير اني راك علاش حسيته اي صحيح ديجا الاولى فيها ان كاري وفيها قطر مربع تذكر كيفاش نحسب الفورمول تاع قطر مربع نسيت الحق ما يصيرش سلام اهلا مرحبا عسلامة tout le monde. L'écrit bleu et le mactebchi. Marhaba bikoum les kol. Donc on va continuer. Aujourd'hui c'est la troisième séance. T'as le moraja pour bien commencer cette année. Au moins نسبة كبيرة من الشابيترات الأولى باش نكونوا قدرت اللي راجعناها دونك مسيو جو في فو رابيلي الريزولتا دونك سي فو افي ان كاري دونك اون فا كومونسي با ليكزارسيس نيميرو 1 فيغور الأولى عندنا قاعدة معروفة إذا كان عندك مربع ضلعه أ كيف لهنا ألور الدياغونال متاعو اللي هي دي بي مثلا أكيد يساوي AC يساوي طول الضلع فوا راسين دو دو سا سي فورمول دو كور أوكي دونك لا لونغور دو دي بي من دي للبي سي A في راسين دو دو لكن أنا جو فو كالكولي أو بي هو جزء من القطر ولا لا؟ دونك بور تروفي او بي القطر دي بي تنقص منه حمزه حازم بليتو كيفاش نحسب دي بي اي القطر نقص منه دي او دي او ودي او تعرف قديش لي اي نجم تعرفه دي بي ولا دي او سمع دي بي مو قلنا أرسين دو دو ايه ودي تنجم تعرفها ركز في شي ما تعرفها مش الريوم تاع سيركل اي هي بالحق اللي هو كومبيان دي او يساوي دي سي وهذا اللي هو A donc c'est moins A donc la longueur EB donc c'est كي نخرج A en facteur حازم شي يبقى لي A fois premier terme يبقى racine de 2 وبعد moins A ok donc je répète donc عندنا formule du 9e année La diagonale d'un carré de côté A est A fois racine de 2. Donc, elle est A fois racine de 2. Mais pour trouver le juste EB, c'est la diagonale, je retranche maintenant DE. Or, DE est la longueur de l'école. C'est DC plutôt. Or, DC est la longueur c'est A. Donc, mais là, EB égale A racine de 2 moins A. Donc, c'est A fois racine de 2. Donc, est-ce que c'est égal à A sur 1 plus racine de 2 donc je n'y ai rien
C'est différent, voilà. Les... Et il faut. Apparemment, c'est faux. Apparemment. Mais vous allez voir que un A qui est égal à la racine de 2 plus 1. شفناها المرة الأخرى باش نتخلص من المقام بتاعه نضرب ونقسم يبقى مساوي به. اوكي دونك A sur racine de 2 plus 1 يبقى مساوي دي A sur racine de 2 plus 1 je multiplie par الكونجوغي بتاعه حازم شنو هي racine de 2 plus 1 هو racine de 2 moins 1. On a déjà le racine de 2 moins 1. Et le numérateur, on va trouver. Lorsque je fais a moins b fois a plus b, voilà x moins y fois x plus y. Je Égal trouve. à Ça fait être x carré moins y carré. Donc je dis 2 racine de 2 carré, 2 moins 1, c'est 1. Et donc, maintenant, le tout c'est oui, a fois racine de 2 moins 1. Donc, conclusion, donc c'est vrai, EB égale à A, c'est A fois racine de 2 moins 1, mais c'est aussi un dactyba okhra, A fois racine de 2 plus 1. Bien sûr, حسب رأيي اللي يوصل لهنا ويكتب سي فو شيخو جزء من العدد. Donc, هو حسب صحيح. أما ما فاقش أنه هذه هي نفس النتيجة تالي. Donc, mais là, ça c'est vrai. اوكي صباح حازم واضحين لي زوتر. اوكي دونك با كيستيون مسيو مرام دو بارتيسيبي. اوكي تفضل عندنا حازم ومرام. مرام الميكرو محلو. عسلامة مرام. متعدي مسيو نخدمو الثانية. اي اوكي بيان سور الثانية لحظة خلينا نعاود الفيجور نجيب الفيجور بحذنا. Donc, مطلوب منا لهنا قرأنا سؤال. MNKL est un carré, MPK est un triangle équilatéral de hauteur NQ égale à 2 sur racine de 2, alors l'aire de MNKL est 2, racine, 2 sur 3A, 2A sur 3. 2 tiers de A, voilà, 2A sur 3. Donc, انتي, bien sûr, on va tâtonner les armes, صحيح ولا لا, je n'ai pas. OK. Donc, لير دان كاري تفضل يا مرام نسمع فيك. دونك نحسب المساحه هذه. وي تفضل مسيو لو جو سا على الان كا مسيو احنا عندنا سميها اكس مسير. دونك من اللحظه باش صحابنا يكونوا فاهمين لير دو ام ان كا ال ولا ال كا ام ان كا ال صحيح. دونك هو طول الضلع اللي احنا سميناه اكس وكاري. اكس وكاري Donc, une fois qu'on a trouvé x, c'est simple de trouver x carré. Une fois qu'on a trouvé x carré, on a répondu à la question. Oui, comme là, il Monsieur Anna, nq égale à a sur racine de 2. Ou a sur racine de 2 est égal à x fois racine 3 sur 2. OK, donc, dans un triangle équilatéral, dans un triangle équilatéral, latéral de côté je dis de côté y la hauteur les trois hauteurs sont égaux la hauteur h égale tout le de la y fois racine 3 sur 2 d'accord toi donc, si vous avez un triangle équilatéral la hauteur est projetée maintenant h il est qu'un heather هو y دونك تضرب طول الضلع فوا راسين دو 3 وتقسم على 2 دونك احنا في ليكزرسيس كوم ادي فوتر كاميرات لا اوتور في المثلث ام ان كيو هي ان كيو حسب المعطى نتاع ليكزرسيس ا سور راسين دو 2 اي سي تو ابليك الفورمول مادموازيل ايغال ا كومبيان اكس اكس فوا راسين 3 سور 2 اكس طول الضلع و راسين 3 سور 2 دونك معادلة بسيطة اون بو تروفي اكس اي لو جو على اكس تو اكس ايغال ا ا سور راسين دو 2 فوا 2 راسين 3 ولا
Donc, notre fois maqlouba dhé. Donc, c'est-à-dire fois 2 sur racine de 3. Donc, a sur racine de 2. Après simplification, tu obtiens x combien? X égale racine de 2, a racine de 2 sur a racine de 2 sur a racine de 3. Bien sûr, 2 Aïe, est aïe, aïe. ou racine de 2 fois racine de 2. Donc, on retase le racine de 2, on obtient ça. Racine. Et Mais par je donne suite, un x x. carré. X X carré carré. égale A racine de 2. Et trois avec le carré, ça fait combien? A au carré. A au carré. Fois deux racine racine. trois. Fois deux sur Non. trois. Deux tiers. Voilà. Allez, deux tiers. Donc, maintenant, 2 tiers de A carré, moi, 2 tiers de A qui m'a annoncé. Donc, Donc, faux. A, ok, donc, voilà, finir. Donc, c'est faux. Ou le tafsir, on a chopé. Ok. On chauffe au Noran. Vous avez une question, Noran? Noran, micro mahloul. C'est de votre part. Essayez d'ouvrir le micro, mon ande kenti. Ok, sinon on continue avec Azem ou la Maram. Micro mahloul, Monsieur Tom. هنشوفو شكون عندنا ميسا ميساج هنشوفو واحد آخر دي. كان عندك فكرة مختلفة بعد اقترح أنا ميساج مسيو. مع السلامة ميسا أوكي. مسيو بلي حبيت ما خاطر ما حب ما نجمتش ندخل دخلت كان توا كيفاش عملتهم مسيو الأولى بالله هاي سيدي تبع معنا يعجبوني التلامذة اللي يطلبوا حقهم ما نحبش التلامذة اللي ساكتين وفتناه بحاجة ما خدمناهاش ولا فتناه بحاجة وهو ما فهمهاش يتحمل ولا أنا من نفسي هذا كان اي أسأل اي نحب صحابك زاد يتشجعوا كيف كنتي ولي اوكي دونك شوف مادموزيل عندنا من نوفيام اني قطر مربع هو ا راسين دو 2 دونك دي بي هو ا فوا راسين دو 2 واضحه لي أي بيان سور باهي لكن انا ما حاجتيش بالدي بي حاجتي بجزء منه اللي هو او بي دونك بور تروفي او بي سي دي بي القطر الكل موان الجزء هذا دي او اور دي او هو نفسه ا خاطر هذا سي ان ارك دو سيركل دونك تولي ا فوا راسين دو 2 هذا قطر دياغونال دان كاري ودي او سي ايغال ا سي جو مي ا اون فاكتور il me reste في الجزء الاول تيرم الاول راسين دو 2 موان 1 اور السؤال هو است كو هذا يساوي ا سور 1 بلس راسين دو 2 دونك في الظاهر مش صحيح لكنها الي كوريكت علاش خاطر سي جو برون ا سور راسين دو 2 بلس 1 اي جو ملتبلي او ان با بار لا كونجيغي اون اوبتيان نتيجه صحيحه اي دونك سي فري سنت بوسياج صح جو ريبيت كون ميم لهنا استرا فو سويفي دونك هذا قطر بلوتو لا اوتور دان تريانجل ليبيلاتيرال لا اوتور دان تريانجل ليبيلاتيرال هي طول الضلع في راسين 3 سور 2 او رحنا باش نعرفوا مساحه المربع اون بلو اون ابوزي هذا اكس دونك لوبجيكتيف نتاعي سي تو تروفي اكس كاري ورينا نعرف علاقة x هذه هي بدا هذا مش هذا هو بدا الضلع دونك مالا كوات ايغال ان كو حسب المعلومة متاع الاكزرسيس ان كو سي a سور راسين دو 2 وحسب الفورمول هذه هي طول الضلع في راسين 3 سور 2 دونك سي سامبل دو تروفي x اون ا تروفي x بعد اون ا باسي او كاري دونك اون ا تروفي دو تيير دو ا كاري سي با دو تيير دو ا دونك سي فو ما عندكش محاولة في الثالثة Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? A sur A plus 1 est supérieur à 1, même quand A. Non nul, bien sûr. Mais je suis A, je suis A, je suis A. Je vais vous dire, vrai, faux, je vais vous dire. Je vais vous dire, je vais vous dire. Monsieur, le nombre, il y a une icône positive ou négative? Je vais vous dire, le nombre A. Aïe. Aïe. Oui, il y a une pour tout réel non nul. Donc, A est un réel non nul. Je vais strictement positif ou strictement négatif. Je peux participer. Ok, je vais faire le prochainement.
عطا نحلك الميكرو، كان عندك ما تفضل آمنة تسأل، تفضل من توا. أوكي، على السلامة آمنة. تمام سي، انا شفت وعليكم حضرتك من السلام. فوق. أوكي ميسيرش، هنشوفه مع سيكون هو توا. ميسا باهي، خممتش فيها انت مسيو هاي مسيو دونك سي بري خمت فيها واضحة البارح مسيو، انا ما عنديش هكا جوستيفيكاسيون مقنعة، يعني، حسيتها لوجيك ما عرفش نبينه. حسيتها لوجيك الله اعلم. هات نشوف بالطبيعة، مش عندنا قاعدة من 7 أساسي إذا كان عدد كسري بسطه أكبر من مقامه. نعملو أن بلس أن موان زا، لا مش بسطه ظاهر سي فري، مش هذا إيفيدون؟ أي مادام البسط أكبر من مقام دونك العدد الكسري نعرفوه من 7 أساسي أكبر من 1 هكا، دونك سا سي إيفيدون. المهم المقام يجي صفر، مالوريزمون سي فو. شكون يقول لنا الغلطة وين؟ السابع أساسي نتعاملوا مع الأعداد الموجبة دونك فمش مشكل، فهمنا؟ مش لقينا قاعدة كي تبدأ إكس انفيريور إيكغريك وتقسم على نفس العدد سي، يزمك تعرف علامة سي، مش شفناها هذه الحصة اللي فاتت. دونك لو كان السي اللي قسمت عليه مخالف للصفر وأصغر، اسكو العلاقة هذه تبقى نفسها ولا تتقلب؟ بيان سور باش تقلب. اي دونك انت احنا اون هذا صحيح ا بلس 1 سوبيريور ا، سا سي كوريكت. اش نجي نعمل انا في المرحله اللي بعد؟ نقسم الزوز على ا، دونك ا بلس 1 و ا جو ديفيز بار ا، نفس العدد اللي هو ا، دونك مفروض ا شنو هي علامتها؟ نعم بوزيتيف. ما نعرفوش دونك ياك علاش. دونك كان الا، لو كانت الا بوزيتيف تبقى نفس العلامه واللي صحيح كلامنا كيما نعرفوها في السابعه اساسي، مي ما كان تكون نيجاتيف تتبدل العلامه. مي لو كانت الا ستريكتومون نيجاتيف، صحيح ا بلس 1 هو اكبر من ا، مي سي جو ديفيز بعد دي دو كوبي بار ا ايش يصير؟ هذه سانفيرس اون اوبتيان ا بلس 1 سور ا نيجاتيف انفيريور ا 1 باردون ا سور ا سافي 1. دونك مي لا في سي فو، بوركوا فسرنا مفروض بوركوا، قلنا له خاطر صحيح ا بلس 1 اكبر من ا، ثم حالات ها هما اليا دي كا انا هما لي كا، لو كانت ال ا اكبر من ا لو ريزولتا صحيح، مي لو كانت ال ا نيجاتيف لو ريزولتا اللي طلبها هو الي فوس، دونك هذاك علاش ما لا بروبوزيسيون الي فوس. ولكن نجم واحد فيكم يجاوب بطريقه اخرى، يعطيه مثال معاكس، مثلا اللي هو المثال معاكس يختار عدد اصغر من 2 من 0. مثلا نجم ناخذ لو كانت ا، سا سي تان كونتر اكزامبل باش تبين بروبوزيسيون فوس، تعطيه كونتر اكزامبل، كونتر اكزامبل للافيرماسيون اللي عطاه هو. نقول له مثلا كي تبدا ال ا موان 2، ا بلس 1 سور ا صافي كومبيان؟ موان 2 بلس 1 سور موان 2 شجينا كومبيان؟ موان 2 بلس 1 c'est moins 1 sur moins 2 1 اللي sur هو 2 combien 1 demi اللي هو اكبر ولا اصغر من 1؟ اصغر اصغر. دونك سا سي ان كونتر اكزامبل، فهمنا اش معناه كونتر اكزامبل؟ هو عطاني افيرماسيون، الى دي كو ا بلس 1 سور ا اكبر من 1 مهما كانت ا نون نو. قلت له انا مش صحيح، قلت له نو سي فو او علاش، كي ناخذ ا موان 2 votre affirmation elle n'est pas correcte. Donc, on a un contre-exemple. Ou elle a fait ce que tu as dit là.
دونك مي لاتونسيون فما دي موفي ريفليكس بقاو لنا من السابعه اساسي، خاطر في السابعه اساسي الاعداد موجبه، وتعلمنا انه عدد كسري اكبر من واحد اذا كان بسطه اكبر من مقامه. دونك سي با كوريكت. دونك ينجم يكون بسطه اكبر من مقامه كيف لهنا، ها هو موان دو موان زان اكبر من موان دو، مي العدد الكسري كله جاء اصغر من واحد. اوكي تراه لو كان توا نحبوا نعملوا جينيراليزاسيون دو سيت دو سو ريزولتا اللي كنا نعرفوها جينيراليزاسيون، نحب نعرف ا سي تان ريال، البي سي تان ريال نون نول خاطر في المقام، نحب نعرف ا سور بي فانا حالة اصغر من ا. دونك قبل في الاعداد الكسريه في سابع اساسي كنا نعرفو إذا كان بس أصغر تبدأ الأ أصغر من ب، إذا كان أ أصغر من ب، إذا كان أ أصغر من ب تقسم مشيرتين على ب ولا لا؟ أي دونك تقسم على ب أ سور ب لازمك تعرف علامة ب اللي قسمت عليه، كان ال ب بوزيتيف كلامك يولي صحيح، تولي توصل للنتيجة ذي. أوكي دونك ما هيش آ كان نيجاتيف تولي العكس. دونك ما لولات القاعدة آ أصغر من بي ما تكفيش، يلزم معاها أون بلوس كان البي بوزيتيف. أوكي ما يهمنيش في الآ، الآ موجب ولا سالب، دونك آ سير بي يجي أصغر من آ. وإذا كان الأ أصغر من بي مي نعرف اللي البي نيجاتيف، ألور جون سوي سور كيش نقسم دو دو كوتي على البي أ سور بي يجينا سوبيريور أ. دونك جيسبير وضحت الصورة هذيا. دونك فو فوايي إذا كان تلميذ عنده أفكار هذيا مشوشت له مخه، راه مش هو مش فاهم، عنده مالوريزمون قاس على حاجة يعرفها في السابعة أساسي وزعمل لها جينيراليزاسيون في إير اللي هي ظهرت مش صحيحة. دونك نوعية هذيا الأفكار هذيا كي ما تخرجش تبقى في الصندوق أكحل وانت ما تشاركش، لجور دو الإكزامان تجبدها وتستعملها وتلقى روحك في بلوكاج، تقولش بيني ما فهمتش وأنا فاهم كوري، ولكن أنت فاهم كوري لكن الأدوات اللي عندك فما حاجات ما ظهرتش قبل الإكزامان وما شاركتش وما عرفش اللي هي غالطة وارتحت منها. دونك البارتيسيبي من أهم الحاجات اللي الإنسان يتطور بها، باش تقرا عند احسن استاذ يفسر ويعرف كذا يعطيك اكزامبل ويبسط المعلومه وتخرج فيها خارج من القسم. برشا تيم بيقولي والله مشي نفهم الكور نجي في الدفوار نعمل كذا، تو سامبلومون فما قل تركيز ساعات وفما الافكار كيف هذه اللي تشوش على الفهم نتاعنا. دونك خاطر المعلومه كي توصل للتلميذ ما توصلش الزوز اللي زانتربريت دو لا ميم فاسون، انت عندك ارضيه وهو عنده ارضيه، انت عندك مفاهيم وعندك حاجات تاثر في المعلومه كيفاش توصل لك وبعد كيفاش تو كومون لوتيليزي. دونك يفو ايسي دو بارتيسيبي سواء كان عندي ولا في قسمكم ولا سورتو لو ترافاي بيرسونيل وحدك، فهمنا؟ اوكي دونك استفدنا او موان فما افكار كانت غلط ارتحنا منها. بروشينمون اصغر من بي ثبت اسكو المقام موجب ولا المقام سالب، دونك هيك اهم حاجه نركز فيها، ما يهمنيش في البي في الأ، الأ موجب سالب ما يقلقنيش. اوكي نحن منها بها مشكلة دي باي في السيري اللي بعثت لكم بها جو ميكسكيوز باي كان الصباح قلت لكم سي وما فهمش حتى استنتاج، خاطر هي الفراز ما هيش سي الور الفراز اسكو سيت افيرماسيون الي كوريكت ولا لا، يعني اسكو لا راسين كاري. اوكي لحظة خلينا نشوف فماش دي كيستيون عن نوران عن امنا. دونك سا سي الكيستيون تاع قبيله، مي سا سي كيستيون تاع قبيله زاده مرام هذاك من الاول بالكل. اي عندنا نوران على بوزي ان كيستيون سي من الاول بالكل، دونك ما فماش كيستيون جديده ان شاء الله تكون الصوره واضحه. اوكي كي ا دوموندي دو ريبوندر؟ انا مسيو مايس. تفضل هاي تفضل ميسا نتكلم. انا متعاون بهم سيفي بليها على بي.
راسين دو 9 موان 4 راسين دو 5 ايغال ساعه باش تولينا برودوي ريماركابل باش نقسم 9 باش تجيني 5 موان 4 راسين دو 5 بلس 4 ايغال 5 جست لحظه بس دونك بوتر كمان شنو فكرتها شتحاول تكتب هذا حاجه مساويه ليه لكن سو فورم علاش باش نفهم خاطر عندنا فورميل اخرى راسين تاع اوكاريت ولا لا فالور ابسولو تاع كل حاجه خلينا ميساج نكمل لحظه باش يفهم شنو اللي تعمل والفالور ابسولو كان هذا موجب باش يبقى نفسه وكان سالب باش يجي لوبوزي نتاعو دونك اللوجيك هذا اللي تخدم به فودر كمالات دونك السر في انه كيفاش هذا تكتبوا حاجه اوكاري دونك سي سكالي اون تران دو فير دونك كيش تكتب 9 موان 4 راسين دو 5 اريزي تفضل به ايغال 9 باش تولي 5 موان 4 راسين دو 5 بلس 4 تولي كيفاش قلت لك 4 plus 5 moins 4 racine de 5 5 ouais. Oui plus oui égal la vie la a carré بالنسبة لك انت aïe plus racine de 5 la vie le b au carré aïe moins le 4 il dit que 2 fois 2 racine de 5 égal très bien égal à 2 oui. Donc A au carré, هاي 2AB. وعندك B au carré, هاي 2AB. Donc tu as bien fait. يبقى أنا في بلاصة بعض أصحابك كنش نتسائل كيفاش عرفت. Bon, c'est vrai, تنش بجاوبهم بالخبرة. ما أكيد c'est vrai, بالترافاي تتعلم. فما فكرة هي تخلينا نخمم فيها. Donc votre camarade, elle a réussi à l'écrire sur la forme de 2 moins, moins racine de 5. Attendez, moins racine de 5 au carré. OK. Oui. Donc, sur le fait, je vais vous donner l'année, elle est 2AB. Je vais vous dire que c'est 2AB. Donc, tu as un racine de 5. Je vais vous donc, je vais vous dire 2 au racine de 5. Donc, je vais vous dire que c'est 1 ou l'autre B. Ça, c'est que je vais vous dire. OK, maintenant, comme le temps, je vais vous دو باش تجيني دو باش تخرج في فالور ابسولو دونك سي ايغال راسين دو 2 موان راسين دو 5 او كاري ايغال فالور ابسولو فالور ابسولو دو 2 موان راسين دو 5 و نيجاتيف نيجاتيف هذا نيجاتيف علاش خاطر ساهله خاطر 2 واضح اصغر من راسين دو 5 2 هو راسين دو 4 دونك ما الفالور ابسولو نتاعو يبقى نفسه ولا لوبوزي لوبوزي نتاعو راسين دو 5 موان 2 اوكي يعطيك الصحة دونك ما النتيجة سي فو باهي فماشي ملاحظة في بالكم باهي سي بيان دونك انا تلميذ جاوب عرف فماشي مفروض هي توا فقت بحاجة لو كان فقت بها من الأول بالكل اللي هي أي شكون فق بها توا رقيس وينك آزر فما حاجة استعملتها في الزونة ذي لهنا شكون فق بها لو كان فقنا بها من الأول نجم نعرف اللي هو سيفو أي وينكم ألا أحمد أي سكر الفيسبوك إسراء هي مسيو نتاع ال 2 موراسين دو 5 هاي صحيح بها 2 موراسين شبيه 2 موراسين دو 5 اوكي معقول فما راسين كاري يجي حاجة نيجاتيف دونك من الأول ميسا مش 2 أصغر من راسين دو 5 دونك هذا النتيجة معقول راسين كاري نتاع حاجة تجي حاجة سالبة لا اوكي دونك تي بيان في ماكش انت دونك دونك مي هنا تعلمنا حاجه بروشين مو كي تجينا راسين دو ا ايغال ا بي فما تيست تعملو ساقبل كل شيء اللي هو ال ا اللي تعملو الراسين لازم يكون بوزيتيف بوزيتيف والبي بوزيتيف
ونتيجة الراسين هي بوزيتيف، أوكي، وهذا إكيفالون لحاجة أخرى، باش راسين دو أ إيكالا بي، البي كاري لازم كي نعملها إيكالا أ، دونك مالا فما تروا تيست تعملها، الأ موجب، كان الأ سالب نحى عليك ليكاليتي راهي غالطة. إذا كان نتيجة الراسين كاري سالب، ديجا تو بو أفيرمي لي هذه غلط. نفترض الزوز صحاح، تتعدل العلاقة الثالثة، أنك تعمل بي كاري وتشوفها تجي أ. دونك الجماعة اللي صعبت عليه مثلا باش يبين التفريكة هذيا ويحلها ويردها راسين كاري، كان ينجم يجي يعمل هكا، يقول لك هو طلب مني راسين دو 9 موان 4 راسين دو 5 إتيغال 2 موان راسين دو 5. دونك حسب ما قال لنا مسيو هذا البي. ما عملش هو التيست الأول والتيست الثاني، بيان سور غلط، أما جي عمل بي كاري اللي هي أسهل من أنك الأخرى تعمل 2 موان راسين دو 5 أو كاري، فو ديفلوبي 2 كاري 4 راسين دو 5 أو كاري 5 موان 2 أبي موان 2 فوا 2 فوا راسين دو 5، أوب يلقاها صحيحة 9 موان 4 راسين دو 5. مي سيل نو فيريفي با التيست الأول اللي هذا موجب وهذا موجب، تتعدى عليه. دونك مالا نحنا اش نجيو نعمل؟ المفروض جو فيريفي هذا موجب سافا 9 اكبر، بون بيان سور 9 هي الجذر التربيعي ل 81 ولا تقارن بالمربع، نمشي نتعدى للتيست الثاني، اوب هذا نيجاتيف دونك جو مريت ونرتاح من هذه. باش نوريكم فكره اخرى كيفاش مثلا نجم نستغلها الفازه هذه. دونك هذه فورمول دونك بروشينمون نجم تستعملها بور مونتري راسين دو ا ايغال بي. Tout d'abord, A doit être positif, B natija doit être positif, ou yikfi B carré égal à A. Mathalan, en an arf, il y 3 moins 2 racine de 2 au carré, si j'y combien? 9, 3 au carré, 9. Et au carré, 4 fait 9, 8. Moins 2AB. 2AB, 9 fait 3, 7, fait 9, 12 racine de 2, 2. Donc je sais que هذا égal à 17 moins 12 racine de 2. Je pose la question suivante. Je vais vous montrer que la racine carrée de 17 moins 12 racine de 2 égale. عندي حاجتين. نحط لكم 3 moins 2 racine de 2. يا 2 راسين دو 2 موان 3. علاش؟ خاطر إذا كان عدد الكاري متاعو يساوي هذا، فالوبوزي متاعو يساوي زادا كيف كيف. والدليل نعرفو حاجات بسيطة، كي تعمل 4 أو كاري 16 موان 4 أو كاري زادا 16، دونك زوز أعداد متقابلين عندهم نفس الكاري. دونك أنا إيش نختار واحد منهم ونسألكم، مي بتجي النتيجة صحيحة إذا نقارن الحدين هذوما. 3 أو كاري تجي 9 وهذه وكاري جي 8. دونك ابريوري السؤال هذا هو الصحيح. دونك التلميذ اش يعمل باش يجاوب على السؤال هذا؟ ينجم كيما فوتر كامراد يحاول دي سي، اما يلزم يفيق بها اللي هي 9 بلس 8. دونك ميتنون جو في افاسي هذايا، نعتبره رواحنا ما نعرفش. اوكي، وجيت سالتكم هكا، مونتري كو راسين دو 17 موان 12 راسين دو 2 يساوي هذا. دونك كيل سون لي تيست افير من الاول؟ اول شيء est-ce que 17 moins 12 racine de 2 positif? Est-ce que 3 moins 2 racine de 2 positif? Oui, ça va. Même si le marche la fenêtre, nous avons 3 moins 2 racine de 2 au carré. Et je vais voir est-ce qu'il y a une natija 17 moins 12 racine de 2. Donc vous voyez, monsieur, il y a une formule. توا هذه الفورمول معروفة من 9، مي أغلب التلامذة كي نسألهم أعطوني إش معناها راسين دو أي إيكالا بي، يقول لي مسيو بيكاري يساوي أ، جوست الجزء اللي على اليسار هذايا أون فلوريسون جون، الجزء الأولى ما يحكيوهاليش، خاطر هو كي قرينا في 9 يقولنا الجذر التربيعي لعدد حقيقي موجب هو عدد حقيقي موجب بحيث بيكاري يساوي أ. دونك أنت كي تنسى جزئية كيف هذه اللي هي أساسية في الفورمول، بيان سور تقع في المشاكل، أو
تخدم كما عملت ميسا ما كنت تربح برشا وقت لو كان فقت بهذا نيجاتيف من لو. صحيح اون كونتينيو دونك مي احنا سيس كون فوار بلوتو دونك سا سي سامبل على ان اس اس كومباريزون وفات 17 او كاري و 12 راسين دو 2 او كاري vous allez trouver que c'est vrai. وبالنسبه لهذه زاد سامبل vous allez comparer بال كاري 3 و كاري 9 وهذه 8 دونك صحيحه دونك سا سي فري سا سي فري. تبقى لك الثالثه الثالثه نشر ساهل 3 موان 2 راسين دو 2 او كاري سي ا كاري بلس بي كاري موان 2 في ا في بي. دونك جو تروف كيما قال لنا هو اكزاكتومون 9 و 8 17 موان 12 راسين دو 2. دونك نقولو كونكلوجيون la racine carrée de 17 moins 12 racine de 2 égale à 3 moins 2 racine de 2. Donc, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont les plus difficiles ou les amènes de Maïs. Tu sais quand est-ce que j'ai le Talmid nous faisons que vous ne savez pas ce qui est. Je vais dire calculer racine de 17 moins 12 racine de 2. وقتها اوبليجي عليك تكتب هذا حاجة او كاري. مي بور فو سولاجي اغلب لي سوجي و لي زيكزاما اون دون اون كيستيون تخليك تعرف انت هذي و بعد يقولك اون ديدوير لا راسين كاري. احمد سايي ما علينا تمهميش باش كونكتي. هاي بو سويفي هاي سيدي به. لو كان نعاود عندنا زوز افكار غلطين يخليو التلميذ اللي فاهم كورو ما ينجحش نوعا ما في زوز اكزرسيسات كيف هذوما. بون الاولاني بالكل ناسي فورمول نتاع قطر مربع ماهوش كيستيون فاهم ناسي فورمول باه ما يعرفش يخ... الكونفيزيون الثانيه نقيسو على حاجه نتاع سبع اساسي عدد كسر اصغر من واحد نقارن البسط بالمقام تو تعلمنا لا نقارن سيفري البسط بالمقام ونشوف المقام موجب ولا سالب. دونك كان موجب تبقى اصغر من واحد كان سالب تتقلب. اي شفنا ديفينيسيون اش معناها راسين دو ا ايغال بي تو دابور يلزم ال ا موجب البي موجب ويلزم بي كاري تساوي ا. اذا كان استفدنا من هذا عملنا خطوه به. نمشي للسؤال الخامس اللي من خلاله هو ان شاء الله نستفيد ونظهروا اغلاط او افكار غلطه نحبوا نرتاحوا منها. اي سيدي كي فو ايشي انا نعطيو فرصه للجمهور. اي سيدي اذا كان فما واحد اخر ما طلبش لا ما تفضل او عندنا ساره تحب تشارك. ساره هل الميكرو من شيرتك انت ولا vous avez une question؟ يا سارة عسلامة حل ميكروك تفضل تكمل. عسلامة مسا ليه كنت باش مرحبا كنت نقولك حاجة ما فهمتهاش مي سي بون كي عاودت فسرت ديجا فهمت. هاي ارتحنا باهي هاي شكرا. هاي باهي السؤال اللي بعد أعدد هذيك ماشي ظاهرة ولا لا أعدد بوتيت مش ظاهرة دون إريتوار يعني مخالف للصفر و بلوس يعني موجب بوزيتيف البي الانفيرس نتاع اي بوزيتيف البي سون انفيرس. اوكي اسكو كل عدد عنده انفيرس ساره؟ نو شكون العدد الوحيد اللي ما عندوش انفيرس ما نحكيوش عليه؟ صفر لا مقلوب واحد هو واحد صفر ما عندوش زيغو. مقلوب اوكي دونك ريت علاش لهنا الايزمو مخالف للصفر باش نحكي عن الانفيرس نتاع باهي تو في السابع اساسي كي يبدا عدد كسري ساهل الانفيرس تاع دو تياري ولا تروا دومي. مي يعطينا الديفينيسيون اللي قريناها في ار كونتيسك ان نومبر يدي الانفيرس دو ا و اون لو نوت حاجه هكا نوتاسيون 1 سور ا اللي هي باش نعرفوها براتيكمون من 9 نعملوا حاجه نعرفوا بها اسكو سي الانفيرس ولا لا. ساره تتذكرها نضرب بي في ا والنتيجه فوالا. دونك باش تبين انت انفيرس فو دوفي مونتري سا فهمنا باه.
دونك البي هو الانفيرس دو ا. دونك عندي المعلومه هذه نجيو تويكا الاكسبريسيون هذه. كمل معايا ساره تتبع توصل لنا شنو تستعين ببعضنا. الجذر التربيعي نتاع ا بلس بي وكاري الا الجذر التربيعي اكي راسين بي وكوب و ا لبويسونس 5 موان ز. نحب نعرف اسكو سي زيرو ولا لا. راسين تاع اكسبريسيون او كاري تفهمنا عليها سار. ها هي راسين تاع او كاري شي ولينا فالور ابسولي. دونك راسين دون اكسبريسيون او كاري ولي الفالور ابسولي نتاعها. والفالور ابسولي نتسائلوا على السين نتاع هذا موجب ولا سالب. دونك بلا انت هنا هذه سا دون كومبيان الراسين والكاري يتعوض الزوز باش بالفالور ابسولي دو كوا. مش هذا تطبيق الفورميل ساره؟ وينك يا ساره؟ باهي اوكي. دونك شنو نخدم يعني في بلاصتها؟ اي باهي مرام لحظه خلينا نسال السؤال وبعد اذا كان ما يجاوبنيش عليه واحد فاهم. احنا تفهمنا كي نخزر الجزئيه ذي خليو الجزء نتاع العبارة راسين دون اكسبريسيون او كاري ولي الفالور ابسولي نتاعها. وتعلمنا الفالور ابسولي نتاعها نتسائل على السيني شنو هي رايكم في السيني نتاع ا بلس بي؟ بوزيتيف. علاش مرة؟ مشيو بيسك احنا عندنا ا ابارتيان ا ار بلس ديفيرون دي زيرو معناتها ا بوزيتيف والبي بوزيتيف. لا بالنسبة سون دو ميم سيني خاطر منفيرس زوز عداد. علاش الجذام تاعهم يجي موجب ولا لا واحد؟ ايه دونك كان الأ موجب وكان الأ سالب البي سالب دونك زوز بوزيتيف. مالا هذا بوزيتيف ولا لا؟ دونك كوتي قال سا فالور ابسولي أ بلس بي. أعطيك صح. نجيو لهنا شنيش تتصرف انت كيفاش تعمل؟ نجيو البي اوكي بالك باش نعوضها ب ب ب ب ب معناتها باش نعوضها ان سوغ ا لانفيرس دو ا. عندنا البي انفيرس دو ا تولينا ان سوغ ا وكيو. معقول ياسر تولي راسين البي هي هيا لهنا يخزروا ان سوغ ا. دونك بي وكيو باش تولي ان سوغ ا وكيو. دونك هذي بي وكيو هي بي داهي والاخرى تخليها ا على بويسونس 5 وهذه معنا موانزا. عندنا سمبليفيكاسيون مش بالموانزا وزيد من الفوق عندنا سمبليفيكاسيون تبقى لنا ا وكاري. ا وكاري ممكن تحب تسمبليفي تنحى لنا ال ا ذي دونك سو كي دون بي وراسين دو ا كاري ا بلا ابسولي دو ا ولي ا بريسك ا بوزيتيف دونك سي بي موان زان النتيجة. ايه با زيرو. دونك سي فو. دونك تو بيان في. اش نعطيك فكرة أخرى لهنا. احنا بالنسبة للراسين دو أ دو بي أو كوب في أ قوت خمسة. احنا نعرفو اللي أ في بي إيكالا أ. دونك أ أو كوب في بي أو كوب زادة إيكالا أ. دونك نجي لهنا نكتب بي أو كوب حط بحذاها أ أو كوب وتبقى أ كاري نتاع أ قوت خمسة. دونك القوت خمسة خزر كيفاش بدلت بدلتها أ أو كوب و أ كاري. علاش باش نظهر هذا اللي قالها كومبيان أ جوبتيان راسين دو أ كاري اللي هي فالور أبسولي دو أ. كل ما نلقى فالور أبسولي نتسائل على السيني أور هذا نعرف معلومة بوزيتيف دونك سي أ. اي فوالا. دونك شويه فورمول تاع قوه وذكرنا الفورمول تاع الانفيرس. دونك عدد الانفيرس نتاعو سون دو ميم سيني. فهمنا فيها هذه اوكي. فورمول سي بلوتو لا كيستيون 6 اسكو راسين دو 2 موانز 1 او كاري يجي أصغر من هذا. دونك مازلنا في الكومباريزون درس المقارنة. شنو رأيكم؟ اكتبوا لي فيديو ولا فوق. لحظة خلينا نشوف محاولة بترك أبو كاميرات.
اكتبوا لي ما عندهمش ميكروف في ولا اف. وي ميسا اللي بعده اكتبوا لي الاخرين، ترى عندكم وين تكتبوا راه. هاي مرام باهي، لي زوتر وين محاولتكم؟ حسب رايك ما يسالش وبرا راك غلط. وي حازم زايد، المهم جاوب. هنعمل بورسنتاج قديش من في وقديش من اف. احمد ساي جاوب، ريحان اغير جاوب، نوران خمم فيها تو كان ما خممتش. اوكي ياسين شنو رايك؟ نصري عندكش ميكرو؟ اكتب لي اف ولا في. ميسا عطاتنا تفسير علاش خاطر كذا كذا. ب اوكي الاغلبيه سيفو. ب نسمو التعليل تاو، فما شكون قال لنا فري؟ ب مش مقارنات هذيا. دونك فو بوفي ليتيليزي لي ميثود لي تعرفوهم الكل. فما شكونش نتخيل شي يمشي ينشر هذه ومن حقه، وفما شكون شي خمم يقول خلينا نعمل اوكاري باش ينحي الراسين الكبيره. ما كيش يعمل هذه اوكاري تولي له هذا اوكاري نتاع اوكاري تولي كوت اربعه. الكلهم تيوريك مو صحاح، ما كيش غلطين. نوران البيبوزي انو باهي سيتي. مي هذيش نقراوها فورمول، فما شكون عملوها بالبروميير اني اللي هي ما لاحظتوش لهنا. لو كان جو بوز هذا بكل اكس مش هو نفسه هي. دونك كان نقارن في عدد اوكاري بالراسين نتاعو، اور مش هذه ايفيدون؟ ديما الراسين نتاع نمبر اصغر من العدد نفسه. عدد كي تعمل له الراسين كاري شي صغار، والاكس كي تعمل اوكاري. دونك هذه المقارنه لي. اوكي est-ce que ça c'est vrai pour tout x؟ x لازم يكون superior à a. voilà. donc là هذا علاش superior à x تحت راسين positive لازم positive. donc ça c'est faux. باهي خلينا ما يصيرش. انا راكم المفروض تعلمتوا معايا انه ساعات نكتب اكسبري نعمل الغلطه اللي ما تعملوهاش انتم. دونك ملا هذا سي فو، لانه اغلب التلام ده تعودوا كي تاخذ عدد تعمل له راسين كاري تسعة راسين في صغار وتسعة كي تعملوا كاري شي كبار. لكن كما دي فوتر كاميراد ما انتبهتش لشكون قال اكبر من واحد ولا اصغر من واحد. دونك سو ريزولتا ني با فري دون تو لي كا. لو كان الاكس اكبر من واحد اون الانكادرمون هذاك صحيح، العدد كي تعمل له الراسين نتاعو شي يجي اصغر منه وهو بدوره اصغر من الكاري نتاعو. مي فما فئه من الاعداد الموجبه اللي بالعكس يولي الكاري نتاعهم هو اصغر من العدد والراسين نتاعها يكبر. انا هما ذوما كيف ان دومي مثلا العدد الأصغر من أن دومي يعطيك اسم. وبيان سور لو كان الحالة الخاصة x يقال 0 و x يقال 1 على x يساوي الكاري متاحة يساوي دونك في الحالة ذي لنا x يساوي الراسين متاعه يساوي الكاري متاعه يساوي 1، ولهنا ال x يساوي الراسين متاعه يساوي الكاري متاعه يساوي 0. دونك فما عدد الكاري متاعهم والراسين متساويين، وفما عدد الترتيب اللي هو معروف اكثر. سا سي فري بور لي نومبر كي سون سوبيريور ا 1، الاعداد الاكبر من واحد الترتيب هذا. بون سيلوي اللي ما عملوهاش بروميير اني، فما شكون عملوها بروميير اني؟ اللي ما عملوهاش بروميير اني لا ديمونستراسيون اللي بازي على قاعدة نعرفوها من الويتيام، أنه باش تقارن عدد مثلا
والكريم تاعو نعمل لا ديفيرونس. اور سي جو في لا ديفيرونس مش ظاهر سيني، سي جو مي اكس اون فاكتور شي يبقى لي في الحد الاول اكس و 1. دونك كوم فو فوي النتيجه الجذاء علامه هذا السيني لو سيني هذا ديبون من اسكو اكس زعما اكبر ولا اصغر من 1، وديبون من اكس موجب ولا سالب. علاش؟ لو كان الاكس اكبر من 1 مفترض ضخص، لو كان الاكس اكبر من 1 مش معناها موجب هذايا، وما دامو اكبر من 1 يعني بطبيعته موجب، موجب في موجب واللي يجي موجب، دونك اكس كاري اكبر من اكس. مي لو كان الاكس اخسر ما بين الزيرو وال 1، دونك اكس اكبر من الصفر معناها هذا موجب. والجزئيه الثانيه اللي هي هذه تعطينا اكس اصغر من 1 يعني اكس موانز 1 سالب، دونك سالب بلس في موان شتولي النتيجه الكل، يولي هذا الكل يجي عدد حقيقي سالب، اي بار سويت الاكس كاري يجي اصغر من اكس، فانا حاله كي تبدا الاكس اصغر من هذا. دونك هذه هي الديمونستراسيون نتاع لكم الكل. دونك مي لا بروشين مو كي تلاحظ روحك تقارن عدد والكريم تاعو والكريم تاعو بالراسين تاعو تنجم تخمم في الفكره هذه شدي بيها، مش كان هذه ترجع للميثود الكلاسيك المقارنه بالمربع بالفرق. دونك مال لهنا احنا الاكس نتاعنا هو راسين موانزا، باش نعرف انا شكون اكبر زعما الاكس زعما الراسين تاع اكس زعما اكس وكاري، اش يلزمني نعرف زعما الاكس نتاعنا شنو وضعيته بالنسبه للان زعما اكبر من ان زعما ما بين الزيرو و ان. دونك هذا هو شنو نتسائل واحد، دونك المساله زعما الراسين دو موانز ان فين موجود؟ معروف راسين دو دو نعرف قيمته التقريبيه اللي هو قداش 1.4، دونك تنقص منه واحد تقريبا 0.4، دونك بالكالكولاتريس نعرف اللي راسين دو دو موانز ان ما بين 0 و 1، معناها جو سوي في البارتي هذه، معناها مال الكاري يجي اصغر من الراسين، دونك مال الكاري يجي اصغر من الراسين، دونك ظهرت سي فري رغم انه كلكم اغلبكم شاو بالانتويسيون انها سي فو. دونك لهنا بينها، دونك فوي دونك تجي تقارن عدد بالكريم تاعو ولا الكريم تاعو بالراسين ولا الراسين بالعدد تنجم تخمم في الفكره هذه، تقول في عاد نقارن هذوما، في عاد نمشي نقارن هذوما نمشي نشوف متسع الان الاكس بالنسبه للان اسكو هو اكبر والا ما بين 0 و 1. كان عرفت المعلومه ذي اوب نستنتج وانا متاكد اللي هي ذي. دونك توا ايجا مبينو توا اللي الاكس هذايا محصور بين 0 و 1، دونك اون فا مونطري الكالكولاتريس عاونتني اما ما يقبلهاليش استاذ. دونك علاش نتعلموا حاجة ساعات باش تبين هذه تنجم تبين حاجة إكيفالنت. كيفاش نعمل؟ نزيد واحد للناس الكل، دونك نزيد واحد يتنحى الواحد هذايا ونزيد واحد هنا، دونك ولات هذه أسهل. دونك أوليو دو مونتري هذا نجي نبين هذه، أور راسين دو دو معروف اللي هو محصور بين أن ودو، هوب دونك نجم نجي نقول له توا هذا البريون تاعي فسخ على روحي عرفت شنيش نخدم. هذه كلها تساؤلات خليها لكم باش تعرفوا. اوكي خليها لكم وان كان في الفيديو تلقيوا الريزون ما ذا. دونك نجي نكتب لهنا نبدا من راسين دو دو محصور بين ان و دو، دونك نقص واحد من الكل ان موانز ان يجي صفر، راسين دو دو موانز ان اصغر من دو موانز ان، اي بار سويت راسين دو دو موانز ان هذا اللي عملنا له الكاري ظهر عدد ما بين الزيرو والان. دونك دابري الفورمول اللي تعلمناها جديدة كي يبدا عدد بين زيرو وان شكون اكبر الراسين متاعو ولا الكاري متاعو؟ بيان سور الراسين هو الاكبر، دونك ظهرت سي فري.
اوكي ان شاء الله نكون استفدنا، ولكن سي بيان خاطر برشا قالوا اللي هي فوق. باهي اقتنعت بالاجابه. شكون كان يتصور عنده فكره هذاك علاش مشيت هي الفوق؟ اوفقت بغلطكم فاش غلطتوا ولا بارانتويسيون حسيتوا لي؟ هسه انا خلينا نشوف اسرا سكرك الفيسبوك ولا اش تعمل. دونك اوكي با دو كيستيون. جست ميسا قالت لي خاطر راسين دو دو موانز ان اصغر من صفر. نو راسين دو دو موانز ان يجي 0.4 ما يجيش اصغر من صفر. مسيو اني مشيت خدمت كيك بوزيتيف كي لقيتهم بوزيتيف يا خي سيرش بلاس قلت فو ما مشيتش قارنتهم بقى. المهم قارينا دونك تذكرت هذه. اي ذكرت. انت شنو لازم عينك تختف الحكايه ذي تقول لهنا لاحظ اللي انا نعمل في العدد وكاري ولهنا الراسين نتاعو. ولا دونك مسيو سيزيام او سيتيام توا بون توسعنا في الكور مش مشكل. دونك ام ان بي سي تان تريانجل وعندي نقطه اللي هي فيري في علاقه فيكتوريال. دونك هبطت لكم الريزومي اللي عملناه مع شكون مازال ما دخلش التليجرام اكتبوا لي جماعه. ياسين في بالي مازلت ما دخلتش الجروب تليجرام. احمد يا اخي مش من البارح انت تتكلم الاداره تو يبي يدخلوك ديجا. استنى في بالي فما ليان ك الاداره الا بارتاجي معاكم وي او نو في بالي هك لحظه عارفه وي ايش بهك مش موجوده ايه لا باتروفي. مشيت للجروب نتاعنا نتاع تليجرام ايه الادريس نتاع الريونيو موجود مفروض تدخلوا على البلاتفورم كل شيء في البلاتفورم راه ادخل على استيفي وزالي تروفي لو ليان به. فما شكون دخل بالليان؟ En tout cas, femme malien, sinon, tout le monde l'idara, ben, je vais vous donner un numéro qui est le numéro de l'idara. Donc, le numéro est le suivant. Donc, c'est le 0-1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 -
ولا ساعات يصير تأجيل، ساعات تصير حاجة. Donc vous allez contacter ce numéro juste là. Bon. Voilà. Donc c'est un رقم قيدو 29 862 250. Donc contactez ce numéro. Tu as eu un groupe Telegram. Maroufa, c'est une application. Donc, amener le groupe. Habtel confirme les remarques, les résumés, le travail à faire. Zéda Moujoud sur la plateforme. Activer continu. Enquête le numéro. Nimshi ou la correction. B. J. C'est un point qui est défini à l'aide de M et N, ou relation vectorielle. Donc, نجم نكتفي بالM والN. نعرف اللي 4GM موان GN إيجال فيكتور نو. علاقة كيف هذه ما هي سامبل باش نعرف البوزيشن تاع G. مش نيا رأيكم كان بدلها هكا. أنا مانيش نجاوب على السؤال، أنا نستعمل في هذا باش نشوف مراجعة اللي لقيناها الحصة اللي فاتت. 4 جي إم إيجالا بيان سور جي إن ولا لا؟ دونك شنيا تستنتج؟ الفورميل هكا أوضح، تنجم تعرف معروف معلومة خير من على جي، أوضح هكا، خير من الوضعية ذي. بويسكو 4 جي إم إيجالا جي إن فيكتور، تو جي مجهول، ما نعرفش عليه وين يجي.
لكن المعلومة ذي تخليني نعرف او موا ما نبقاش حاير في البلان كامل جو سي بيان كو جي اي شكون فيق به كيستيون نو با دي كيستيون شكون مش هذا معناه فيكتور يساوي الفا فوا لوتر شنو نستنتج هذا مش معناها جي ام ولا كولينير ولا لا وكولينير وميم سونس كان تحب خاطر تفهمنا انه اذا كان فيكتور يساوي الفا فوا ان اوتر فيكتور سي دو فيكتور سون كولينير واكثر من هكا بيسكو عندهم نقطه مشتركه معناتها رومانيني دونك ما عرفنا اللي جي ان موجود في الدروات هذه ونجم زيد بريسيزيون كي تاخذ نقطه داخل القطعه مثلا لو كانت جي لهنا شنو رايك في جي ام وجي ان فرد سونس ولا سونس كونترير سونس كونترير معناتها ما عنديش لا شانس بي سور اللي هي ماهيش داخل القطعه نجم تكون من الجهه هذه انو جي ام وجي ان فرد سونس كما تنجم تكون دو سو كوتي في الدومي دروات هذه جي ان وجي ام فارت سونس دونك كان ينجم يكون السؤال الاخضر على اليمين كنت نجم نقول لكم مونتري كو جي تنتمي للدروات ام ان يعني بطريقه غير مباشره تبينهم اليني بطريقه غير مباشره تبينهم كولينير فوي بون يبقى بالضبط البوزيشن وين مش واضح اما لو كان نبين السؤال نتاعنا الور ام جي قال موان زانتير دو ان لو كانها صحيحه نعرفوا ذي نعين نجم نعمل قطعه نجزئها لثلاثه وناخذ لوبوزي ما يبقى توا اسكو سي كوريكت ولا لا لو كان اعتمدت هذا باش نراجع حاجه قلناها البارح اللي هي كومون جو بو مونتري كو دي بوان سون اليني اي بار سويت لنا جي والام والان سون توا سيدي اون فا ريبوند لا ريبونس على كيستيون اش نبداو سيدي هاي شكون عنده محاولة احنا نعرفو 4 جي ام موان جي ان ايجالا فيكتور نو يسيرش نستأذنكم اللي يعرف الاجابة اش نصحح انا خاطر جوسي فيما لاحظ فما اسامي جات جديدة ما حضروشي دونك نحب نشوف حاجة فهمناها مفروض البارح كيفاش المبدأ متاع الخدمة متاعها اي سيدي نفترض هذه صحيحة نجي نقول لك انا عندي علاقة بين الفكتور جي ام والفكتور جي ان هو طلب مني علاقة بين ام جي هذا هو تقريبا لوبوزي متاع الاخر وحاجة جديدة اللي هو الفكتور ما كانش موجود MN دونك تعلمنا البارح انه نجم نخرج من علاقة بين دو فكتور جو تروف علاقة بين زوز اخرين به ال MG هذا حافظ عليه خاطر MG ولا GM ما تبدلش انا نقول لهنا مضبيا ظهر شنو الفكتور MN وانا عندي لهنا GN شكون يتذكر شنو نعملو؟ انتركالي والان احيت وين انتركال الان؟ في الجي ام دونك نجي لهنا نكتب 4 جي ام دونك ريتو التمشي نتاع التفكير كيفاش لهنا نخدم نقول لك انا عندي علاقة بين جي ام وجي ان وانا نحب علاقة بين ام جي وام ان جي ام ولا ام جي ما يأثرش كي نحاولوا على اليمين يولي جي ان وانا ما قلقش مي لهنا جي ان ونحب ام ان دونك نحب الام بحذا الان دونك جو في انتركالي لهنا جي ام نحافظ عليه ونجي للفكتور هذا جي ام بلس شنو ساعة شكون هذا يا نوران فك الميكرو بي العلاقة الرولاسيون دو شارل اللي تعلمناها جديد هو هذا يبدأ عندك فيكتور جي ان
ماشي من جابس الناب. نجم تستعمل أي حاجة أخرى، أي حرف. جي يساوي الفكتور، مش ديستانس، راه ديستانس مش متساوي، أما الفكتور جي إن يساوي جي أ بلوس أ إن. كيما تنجم نستعمل واحنا الإم متاعنا، جي إم بلوس إم إن، تنجم تختار حرف آخر أنت، يساوي صحيح جي إف بلوس إف إن، سا ديبون أنت شني مستحق. احنا مستحقين نظهروا هالام، هيك علاش انا انتركالي الام. دونك اون اوبتيان 4 جي ام موان على الكل، تولي لنا موان جي ام، هاو يتحسب هذايا، وتظهر الام ان نتاعنا، ونشوفوا توا العلاقه صحيحه ولا لا. 4 جي ام نحي منه جي ام، جوبتيان 3 جي ام موان ام ان ايجال فيكتور نول. مش نزيدو نعملو حتى حسب رايكم، هذا خليه نبتها لنا. نحاشي الام جي، دونك نحاول الام ان لهنا. هاي شكون يكملها ترى؟ مبقاتش حاجة صعيبة. باهي سيدي، تروا جي ام، كيش نحاول هذا على اليمين يولي ام ان، نقسم على ثلاثة منا وعلى ثلاثة منا، تتنحى ثلاثة ذي جو تروف جي ام ايجالا ان تير دو ام ان. اسكو هذه تؤدي لذيك ولا فما غلطة في السيني؟ شنو العلاقة بين خاطر هذا وهذا اوبوزي ولا لا؟ ام جي ام انتير دو ام ان، دونك الام جي سي لوبوزي نتاعو، دونك مال ظهرت سي كوريكت اي فوالا. دونك فوالا، دونك كوم فو فويي لي سيت كيستيون، دونك يل سيب الحاجة معينة حبيت نوصل لها. دونك لنا خاصيات نتاع باش نفهمكم اللي نوفيام اني راهو باجاج كله يصلح، عندنا جيومتري، عندنا اناليز، وتعودتوا حتى في النوفيام التمارين اناليز وجبر وهندسه في نفس الوقت. دونك نجم يجيونا جبر وهندسه، اوكي، وذكرنا شويه الارتفاع وقطر مربع لهنا، دي كونفيزيون حيناها الجذر التربيعي، فهمتوا اللي فما قوى مقارنات، فما قاعده جديده، وهذا اسلوب جديد نتاع لي فيكتور. دونك جيسبر من خلال لي سيت كيسيون هذوما وضحت الصوره، واللي فاهم طو ميو سي بيان يواصل في الخدمه نتاعو سي بيان. اللي فما تلاتة من خلال مشاركتهم واضحين اللي حاضرين بقدره الله باش يعملوا تميز السنه زاده، والاخرين اون ترافاي باش نخطوا للنيفو هذاك اللي حاجتنا به. اكزرسيس 2 مازلنا في الاناليز والجبر نتاعنا. اي سيتي في بالي السؤال الاول، سي اون فيريفيكاسيون ماشي صعيبه، كيفاش نبين موز كاري بلس 4 اكس بلس 3؟ لو كان مستوى 9 تذكروا كفكك الى جذع عاملين وعباره او جذع عبارتين، التفكيك صعيب شويه هكا، فمش عامل مشترك، دونك ما فماش جذعات معتبره، دونك ما هيش تطبيق فورميل ديريكت، دونك نجم نتصرفوا معاه. لكن كي تجي نوع انت هذا تعودته في النوفيام حتى في البريمير اني نفكوها بالطريقه هذه. يعطيك السؤال مش مفكها، يقول لك بين هذه تساوي هذه. دونك سي كوا الفكره؟ تعودتوا بها من نوفيام، نخرجوا من العباره المفكه ننشرها ونشوف اسكو سادون هذه ولا لا، مش هذا هو التماشي. اي سيدي عندك موان نشر، كيفاش تعمل حسب رايك؟ ترد بالك الموان تخليه على بر وتنشر هذوما الداخل، عندك x في x x كاري و x في موان 3 سي موان 3 x، نتعدل الموان زان، ترد بيك تعمل على حساب علامته، موان زان في x موان x، بعد موان زان في موان 3 تولي بلوس 3، ويجي دور الموان البرانية تقلب العلامات الكل، دونك تجي موان x كاري plus 3x plus x moins 3 et voilà j'obtiens moins x carré plus 4x moins 3 et voilà. خليت الحاجة سهلة نخدمها هنا،
حاول يجي دوركم انتوما في الأصعب شوية مش صعب. استنتج أنه إذا كان X أصغر من A بوركوا العبارة هذه اللي نيجاتيف وشنو علاقتها بالسؤال قبله. جون فما حاجة تقلقني شوية كي نحس تلامذتي تعودوا كي نقول لهم استنتج اون ديدوير ديريكت تحب يخرج من السؤال اللي قبله يوصل للنتيجة. نو استنتج راهو المهم تستعمله في المرحلة الأولى في وسط خدمتك المهم تستعمل السؤال اللي قبله. دونك هو الأساس تسأل روحك أنت كيفاش نبين عبارة سالبة أو سؤال رسمي. بعد تقول كيفاش نبين حسب الكور وحسب السؤال المعلومة اللي قبل. المعلومة اللي قبل هو هذا عرفنا اللي المساواة هذه. دونك في عوض نبين هذه سالبة سارفيان أمونتري هذا سالب هكا ولا ليه؟ سارة عندك ما تحاول؟ اي عرفاوي سابق عندك ما تحاول فيها هذية أنا كملها مع بعض هاي كمل هاي أنا strictement inférieur à 1 un strictement inférieur à 0 et x moins 3 strictement inférieur à 0 alors moins x moins 1 fois x moins 3 strictement inférieur à 0 دونك مالا انت وعلى فصل اصحابك الصوت متقطع ممكن ما اسمعنيكش بالكدا. دونك فوتر كاميراد او ليو دو مونتري هذا هذا اش تبينو سارفيا او مونتري اللي هذا نيجاتيف اور كوم فو فوي هذا سي تام برودوي. دونك كي نعرف علامه هذا وعلامه هذا وعندي موان نجم نعرف علامه الكل. اور فوتر كاميراد فوزا دي مادام اكس اصغر من ا يعني بدورها أصغر من 3 يعني جو بو دير لهذا x موانز 1 سالب و x موانز 3 نيجاتيف اوكي و اكزاكتمون مخالف للصفر ما يجيش يجي صفر خارج x أصغر قطع. دونك بار سويت x موانز 1 سالب و x موانز 3 سالب نتيجة بوزيتيف لكن مع الموا هذه تولي نتيجة تكون نيجاتيف اي فوالا دونك اون مونتي فوالا. نمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث مونتري كو على فكرة انا بعد استحضرت اني حبيت نسأل مش مونتري كو مونتري الور كو يعني عنده علاقة بالسؤال اللي قبله. يشير وحدك بخبرتك تفهم شنو يسأل فيه بين إكس لهنا وبعد استنتج وبعد جاب لي جذر تربيعي هذوما. دونك وحدك تتسأل شنو العلاقة. أوكي دونك أكيد نستعمل السؤال اللي قبله مي خلينا نخمو بطريقة مختلفة. شنبدأ نسهل هذا ما تلاحظوش لي هذا مقلوب من نوع مقلوب A مقلوب B. عندك مقلوب عبارة أصغر من مقلوب عبارة أخرى. مش تعلمنا كي نبين A أكبر من B مقلوب A يولي أصغر. دونك au lieu de comparer l'inverse de A ou l'inverse de B أسهل لي نقارن A و B هكا ولا لا؟ القيس إيش ما تجيبش تصبروا على الفيسبوك شوية ولا محلول وكهو فيسبوك يا إسراء. غلطة اللي كتبت هذه شكون يصلح لي؟ إذا كان A أكبر من B مقلوب A يجي أصغر من مقلوب B مش صحيح. كيف ديو دونك مالا خلينا نحيو هالإشكالية ذي. دونك ريتو اللي يدخل الدفوار بالأفكار هذوما يمشي يعمل مشاكل. دونك القاعدة تقول لو كان الـ A أكبر من B ما يكفيش إذا ما عندها أوتر انفورماسيون.
Alors, c'est vrai, اللي تعلمناه من 9 مقلوب A يولي أصغر من مقلوب B. مش كون يذكرنا بشني المعطيات. فمش كون تكلم. ما سمعتوش. ذكرها A و B لهما نفس العلامة. وحاجة أخرى مخالفين للصفر. دونك ريت A et B différentes 0 et de même signe. Donc, إذا كان عندك ثلاثة معطيات هذوما A أكبر من B وهما مخالفين للصفر خاطر ما نجمش نعمل مقلوب صفر وزوز موجوش بين ولا سالبين ألور مقلوب A انفيريور B مقلوب B. ب ريتو هذا الكل نجم نعبر عليه بطريقة مكافئة ليه إيكيفالونت بطريقة أوضح اللي هي شني. إذا كان الـ A أكبر من B وأكبر قطعا من صفر هذوما معناها زوز موجبين قطع. وإلا إذا كان الـ B أصغر من A وسالبين قطع ألور في الحالتين هذه ولا هذه جون سوي سور اللي كان أكبر مقلوبه devient inférieur à l'inverse de B. Donc, il y a deux en un, n'écoutez pas. Bien. Il y a un peu de B. Il y a un B أصغر من A. Ou عندك un A أكبر من صفر. Ou un B أصغر من صفر. مقلوب B يبقى أصغر من مقلوب A. علاش خاطر العدد السالب مقلوبه يبقى سالب. Donc, mais attention. دونك ما لا فما حالات لانفيرس يبقى اصغر صغير ما انفيرس نتاعو يبقى اصغر. اوكي دونك سا سي رابيل دو كور. نجيو تاو للتطبيق نتاعنا. دونك ما لا احنا او ليو دو كومباري لانفيرس نتاع هذا اون فا كومباري هذا وهذا. دونك ما لا نجي تاو نكتب كومباري 1 سور 2 ولا مونتري كو montrer que 1 sur 2 racine de 3 moins 3 au carré moins 1 inférieur à 1 sur 4 fois 2 racine de 3 moins 3 plus 2 équivaut à montrer في هذا نقارن المقلوب مش نقارن الضم المقام يكيفو أمونتري كوا اللي 2 راسين دو 3 موان 3 أو كاري موان 1 شنو يزمني نعرف اسكو هما موجبين زوز ولا سالبين زوز ولا واحد موجب واحد سالب. دونك هذا ظاهر موجب على اليمين و 2 راسين دو 3 تنحي منه 3 ديجا هذايا من غير كاري هو أكبر من A. كيفاش عرفت الكاري نتاع هذا 12 وهذا 3 دونك اللوم. دونك وتزيد تنقص من واحد دونك هذا موجب وهذا موجب دونك صار فيا أمونتري اللي هذا بالعكس أكبر من هذا. دونك هذا البريون تاعي. دونك أنا هو قال لي قارن المقلوب قلت خنقارن الضمة أسهل. بون توا السؤال شنطرو زعما نمشي نحسب ننشر ولا نخمم كيفاش نستعمل السؤال اللي قبله. باه جو في فو غيدي. مو احنا بينا اللي موان زيكس كاري بلوس 4 اكس بلوس 3 اصغر من صفر. اسكو العلاقة هذه مسيو اللي هي على اليمين هذه اسكو العلاقة هذه صحيحة مهما كانت اكس؟ نو هذه صحيحة pour les x أصغر من 1. دونك فما x bien choisi. فما x لو كان نعرف نختاروها دونك on va choisir واضحة خاطر لهنا هو ال x هذا. دونك x إيجال 2 راسين دو 3 موان 3. اش يلزمني نعرف اسكو ال x هذا أصغر ولا أكبر من 1.
تجم انت تستعملها بالكالكولاتريس وبعد تفسرها ب. انا نحب نبين هذا اصغر من هذا، دونك نحب نبين هذا يبقى بوان دانتيروغاسيون. دونك في عوض نبين هذا تعلمته قبيله نزيد ثلاثة منه ثلاثة منه صار فيان امونتري اللي هذا اصغر من أربعة، معقول ولا لا؟ دونك كي نبين هذه اسهل من انك تبين الاولى. كي تبين هذه اش تعمل؟ تنقص منها ثلاثة منها ثلاثة اوب تيو بتيان ذي يتوا ولاش المسألة شكون اصغر هذا ولا ذا؟ دونك سهل، دو راسين دو تروا هو راسين دو دوز، تحب تعمل بالمربع ولا الكاتر هو راسين دو سيز. دونك جو بتيان دو راسين دو تروا اصغر من كات اي بارس نقصوا ثلاثة منه وثلاثة منه دو راسين دو تروا اصغر من 4 كي تنقص 3 باردون الله دونك مالا 2 راسين كاري دو 3 موان 3 تنفريرا 1 هذا هو الاكس متاعنا. عندنا اكس اصغر من 1 دابري السؤال اللي قبله يبدا الاكس اصغر من 1 tu peux affirmer اللي moins x carré plus 4x plus 3 النتيجة شجي كمان تربة يعني moins x يعني 2 راسين دو 3 moins 3 ينعمل هذا او كاري plus 4 في 2 راسين دو 3 moins 3 plus 3 هذا نيجاتيف. اختصت في الكالكول وحرت وخذت سأريف لتول موند. نرجع ننظم أفكاري، نرجع نقرأ السؤال ونحدد شنية الهدف متاعي. أنا نحب نقارن مقلوب هذا ومقلوب هذا، قلت نو صعيب عليه فنمشي نقارن في عوض المقلوب خنقارنهم هما طول. دونك مالا تسألت قلت خنبين هذا باردوني موا هذا أصغر من هذا، وأنا توا وصلت لهذا لاحظ اللي كات دو راسين دو تروا تروا موجود والكاري موجود. دونك مالا كيفاش نعمل؟ مازال ناقصه شويه روشيك. انا ماذا بيا نظهر 4 في 2 راسين 3 موان 3 بلس 2 في شيره واحد. دونك شنو رايكم نخليه هو وحده ونهز الاخرين على جنب. 4 في 2 راسين 3 دونك شكون اوحالي بالفكره دي؟ انا وين نحب نوصل الاوبجيكتيف نتاعي هاو حاب نبين هذه اصغر من هذه. دونك ظهرت لي هذه ناقصه 2 دونك قلت خنحطها هي في شيره وحدها جو في لي سي هذه نجم 3 نسلف منها 2 تولي 2 بلس 1 شنو رايكم وتولي تظهر بلس 2 اصغر ونحول الاخر الكل الشيره ذي جبتيان كوا وقت لموا هذه تولي 2 راسين دو 3 مون 3 او كاري والان هذا اللي بقى يولي منزل هنا نجي نشوف نلقى اكزاكتومون هذا اللي حاجتي به حاب نبين هذا. دونك مالا اش نجي نعمل له انا نقول له هذا اكبر من هذا وهذا ظهر بوزيتيف دونك هذا الكل بوزيتيف دونك لانفيرس نتاع هذايا اللي هو 4 2 راسين دو 3 موان 3 بلس 2 اللي كان اصغر يولي اكبر من الانفيرس نتاع هذا. وي جو سي كو سي با سي سامبل مي اهم حاجه عندي تعلمته اذا كان حاجه وصلت انه نجم انا في عوض نجاوب على السؤال نبدا نلوج على حاجه ايكيفالونت ليه وبعد نبدا نخمم كيفاش نربط مع الاجابه اللي قبلها. دونك لو كان تلميذ بقى يخمم وقلت له اون ديدوير بقى يخمم كيفاش هذه توصل هذه ما يلقاهاش من الاول. مي انت تخمم في السؤال الاصلي تقول باش نبين هذا شي يلزمني نعمل نعمل الفرق نعمل المربع. انا خفقت بحاجه اخرى قلت في عوض نقارنهم هما نقارن المقلوب خير. اور كي جيت شفت المقلوب قلت باش نقارن هذا بهذا وقتها بدات نوعا ما تضح لي الصوره نتاع السؤال اللي قبله. دونك ولينا تسالنا في عوض نبين هذا اكبر من هذا قلنا ساعة قبل كل شيء شمدخل السؤال اللي قبله. دونك يلزمني نعرف الاكس
Donc, par intuition, apparemment, votre camarade elle a proposé ça. Wa illa min su'al khatir andak haja au carré. Donc, x au carré, a priori, nkhtar l'x hadik. بقى توا سؤال علاش هذا اصغر من ان باش نجم نستعمل الخاصيه هذه خاطر الخاصيه هي ما هيش صحيحه مهما كانت اكس جي الدروا دو لوتيليزي سولمون بور لي اكس اصغر من ان وليت انا قلت خمبينو اصغر من ان اون فوا بيناه اصغر من ان نستعمل الخاصيه نوصل النتيجه بقى شويه كالكول اي اون اوبتيان لو ريزلتا دونك فوالا دونك هذا هو اللي نحبوا نتعلموا من ليزيكزاسيس مش يعني صلحت ليزيكزاسيس هكا في ظل ما احنا نجاوبوا على الاكزرسيس تعلمنا نوعيه التفكير دونك تبدا تسال في روحك ساعات كما قلت لكم راه الكلام ذا ساعات يطوال عليهم الكالكول ويخوض وينسى شنو هي يعمل خذ بوز ارجع اقرا السؤال انا شنو نحب نبين شنو وين وصلت اش مازال ناقص وليزي وتعلم مخدم هكا بخطوه خطوه تتحسن الامور فهمنا دونك سيت ميثود سا مارش مع التلميذ الممتاز مع حتى المتوسط المتوسط كي يتعلم يسال روحه اوكي شنو نعمل وباش نبين شنو يلزمني الاخر حتى الممتاز كي يطغي عليه سؤال على 05 يقول انا اش عندي شنو ناقص انا نحب نبين تراش عندي معطى مزال ناقص هذه تراهي جا مبينها اوكي سي دونك سي دي هذا اكزرسيس ثاني تلاحظوا اللي فيه مقارنه وفيه كاري وفيه جزئيات معتبره دونك نوعا ما فهمنا الدرس الاول يلزمني انا عندي فورمولات الفالور ابسولي واحد ومريقلين في مخي طرق المقارنه مريقلين هنا بشويه بشويه رجعناهم نوعا ما تقريبا الكل اوكي فمش كون سؤال لك علاش خديت بوز الاكزرسيس الثاني فيه جزئيات معتبره والمقارنات ينجم يكون فم القوة ولو شفنا لنا لي فيكتور كولينيير وكومون جانتركال ورلاسيون دو شارل مازلنا في الجبر الاكزرسيس هذا جويل بول ليسي بور لا بروشين فوا بون حاولوا في البارتيات الاولى مش بور باش نبخلكم مي في البارتي هذه جوست هذه فقط دونك فما ماشي ايفيدون باش نبينهم دونك مثلا باش تبين تذكروا كيما البارح باش تبين دو دروات باراليل باش تستعمل عكس تاليس كما تعلمت قبل يعامدين نفس المستقيم مي في البرومير اني سو كي نوفو باش تبين دو دروات باراليل انك تبين الفيكتور هاش او ولا اسي سون كولينير اوكي اوكي سي كوميم اذا كان صعبت عليك هذه على الاقل ما تفلتش الاونديدوير صحيح واضح مي احنا شي نكملوا في الريزون مو هذا باهي فما حاجه بوتيتر نحب نستعملوا مصطلحات دوزيام اني ساسي حاجه مقتنع بها وزدت اكدت منها عندنا دي باك عاملين تالي باك مات دو فوا دو سويت تقريبا الفان في كامل الجمهوريه كانت صعيبه فما ريزون مو لوجيك لو كانت تلامذة استحضروه وقتها او كانوا متمكنين منه راو جون سوي سور عرفوا يجاوبوا دونك شنعمل شويه سو كون ابل لوجيك ماتيماتيك شويه مصطلحات دونك ممكن ما دخلتوش نكملوا سيري مي ديجا كتفهم هذا برشا في حاجات تصلح دونك لوجيك ماتيماتيك بون ما عندناش روبريك في الكور من البريمير اني ولا من السابعه اساسي نقراوها مي بطريقه غير مباشره امبليسيتمون كي يبدا استاذ كي يخدم تتعلموه الميثود هذوما اللوجيك باه نعطيكم مثال باش تفهموا قيمه اللوجيك ماتيماتيك لهنا و بلوتو لي ميثود دو ريزونمون اللي نحبوا نتعلموه دونك مثلا اول حاجه خلينا نستعملوا مصطلح كلمه بروبوزيسيون بيان سور مش بروبوزيسيون ماتيماتيك نحنا اللي يهمنا فيه C'est une phrase mathématique qui peut être vraie ou fausse. Vraie, 15 est supérieur à 10. Fausse, 15 est premier. 15 ne mange premier, car il y a 1, 5, 3 ou 9. Donc, quelle proposition, c'est une affirmation qui peut être vraie ou la fausse. Bien. Donc,
pour justifier qu'une proposition est vraie, فما دي بروبوزيسيون في حاله خاصه اللي هما لي زامبليكاسيون. فما فراز ماتيماتيك دون اون افيرماسيون اللي هي سامبل 15 اكبر من 10 ساي. فما لي زامبليكاسيون اللي هي شنو اللي هي بروبوزيسيون جمله بي دون الور اذا كان توفرت je peux affirmer une autre proposition Q. مثال si un nombre n est divisible ولا pair alors عندنا affirmation le chiffre des unités de n est ولا خلينا ناخذ النمبر ان يقبل قسمة على 5 هاي مثال ملتيبل دو 5 alors le chiffre des unités de n est 0 ولا 5 مش هذه معروفه donc ça c'est une affirmation هذه معلومه proposition n يقبل قسمة على 5 ملتيبل دو 5 وهذا عدد رقم احد صفر وخمس donc ça c'est une proposition نعطيكم implication اخرى اذا كان a b c d est un parallélogramme. Cette proposition me donne le droit d'affirmer il est vrai à B, je sais oui c'est D. À quoi le lait? Donc, ce sont des propositions sous forme des implications. Qui m'a l'air l'année à l'émine عندي البروبوزيسيون المعلومه دي 2 الا جذر 5 في اكس اصغر من 3 سا سي اون افيرماسيون سي اون انفورماسيون وعندنا دي اون اوتر بروبوزيسيون اكس اصغر من هذا مي اسكو هذه امبليك هذه سي سكون فا فوا كيفاش نبينو اون بروبوزيسيون اي فري والا اي فوس اوكي باهي مش نطولوا برشا في المصطلحات Déjà, femna anno femma di proposition qui donne une information. Note m'ta akther man 15, 15 akther man 10. Le nombre n est premier. ABC, D est équilatéral. ABC, ce sont des informations. Femma di proposition fi chaque implication. Yani proposition implique une autre. J'mane, si la proposition P est satisfaite ou elle est vraie, je peux affirmer une natija okhra man khilala hay. Kima lahna? إذا كان ABCD est un parallélogramme alors j'en suis sûr que ظل AB يساوي CD باهي إذا كان ABCD n'est pas un parallélogramme لهنا مثلا خلينا نبداو بهذه ميساج خلينا نجاوبو على هذه شنو هي تستنتج إذا كان ABCD n'est pas un parallélogramme. Alors, je peux affirmer les AB différents de CD. Najm Rubin est un parallélogramme ou de line AB ou CD. Bien sûr, oui, c'est faux. Et maintenant, il y a une logique à dire, c'est logique. Il y a une logique à dire. إذا كان ABCD parallelogram alors فما فارق راهو بين alors و signifie احنا توا خذينا لي بروبوزيسيون في سونس alors دونك مالا خلينا نتعلمو حاجة دونك كي تجيني فورمول في الكور متاعي من نوع P implique Q يعني إذا كان P est vrai alors je peux affirmer le résultat Q كيما لنا هذي تلعب دور P la proposition P ABCD est un parallélogramme. Alors, je peux affirmer que ظل AB يساوي CD. وحدك تسأل روحك شبيه مسيو قال لنا alors ما تنش سونس ليخ. دونك تتسأل زعما صحيح ولا غلط. كان تلاحظوا في السؤال اللي قبله صحيح. أي عدد رقم أحد صفر ولا خمسة ديفيزيبل. لهنا نو. دونك فما ديز أبليكاسيون.
يتسمى الريسيبروك نتاعها صحيح. اش معناها لا ريسيبروك دون امبلي دون بروبوزيسيون؟ هو العكس، لانه البروبوزيسيون كو تؤدي لهذا اللي تسمى الريسيبروك دو لا بروبوزيسيون. انا نعطيكم بروبوزيسيون، اذا كان اكس اكبر من 2 الور اكس كاري اكبر من 2 كاري 4، دونك نجم تستغنى على سي. اكس كاري اكبر من 4 الور جو بو افيرمي هذه. فما تلام ذا جي يقول لك لو كان الاكس دي ما هيش اكبر من 2 الور الاكس كاري مش اكبر من 4، هذا مش كوريكت. كما فسرت لك لان نجم نعطيك ان ا بي يساوي سي دي، صحيح الرباعي ما هوش باراليلوغرام لكن عندي ا بي قال سي دي. دونك مش صحيحه كي تبدا فورميل في شكل الور تجي تقول لك اذا كان هذا مش متوفر دونك هذا مش صحيح. دونك هذه اول غلطه، ينجم يكون صحيح كما ينجم يكون غلط. اذا كان ا بي سي دي قيس على المثال هذا ا بي سي دي ني با باراليلوغرام alors tu ne peux rien affirmer، ينجم يكون ا بي يساوي سي دي كما ينجم يكون ديفيرون. دونك هذه ترد بالك منها. شنو رايكم لنا اسكو الريسيبروك نتاعها صحيح؟ اذا كان اكس كاري اكبر وي او نو نو x كاري صحيت الور x اكبر من 2، دونك هذه سي اون بروبوزيسيون كي فري. قد عندنا فورمول لها اللي هي معروف كي بداو زوج اعداد موجبين سي تو في x كاري تجي اكبر من 2 كاري، دونك مالها صحيح لهنا هي فوس. دونك سي اون بروبوزيسيون كي فوس، دونك لا فراز الي فوس. دونك مالا شكون يفسر لي علاش هذه فوس؟ فوتر كمالات قالت لي تنجم تكون اصلا موان دو كاري، يعني تنجم تعدى البلا اوبتيميز. انت باش فسرت لي هذه تعطيتنا كونتر اكزامبل. شنو معناها كونتر اكزامبل؟ ان كونتر اكزامبل حاجه باش تبين لي هذاك غلط. الكونتر اكزامبل هذه ما ايبوتيز نتاعنا، ليبوتيز هذه وصلتنا للريزلتا هذه. ان كونتر اكزامبل تعريف، ان كونتر اكزامبل شنو هو كونتر اكزامبل؟ خاطر التلميذ يقول شنو معناها الفكره. ان كونتر اكزامبل دو فيريفي ليبوتيز mais le résultat est faux. نتيجة غلط. وعندنا hypothèse تؤدي الريزلتات. احنا contre exemple تعطيني vérifie l'hypothèse mais le résultat غلط. donc votre camarade تعطيني x non احنا في هذه هذه سي فو pardon احنا لهنا تاع نحب نبين هذا باردون. دونك هذا ليبوتيز، هذا ليبوتيز نحب. دونك كونتر اكزامبل يل دو فيريفي ليبوتيز، معناها تعطيني عدد الكاري نتاعو اكبر من 4 مي ما هوش اكبر من 2. مثال هاي سهل موان 3، موان 3 وكاري قد تجي 9 اكبر من 4 مي اسكو موان 3 اكبر من 2 ولا اصغر من 2؟ دونك فهمنا كيفاش نفسرو بكونتر اكزامبل اللي بروبوزيسيون اي فوس. كي تحب تبين بروبوزيسيون اي فوس بكونتر اكزامبل تعطيني حاجه كي فيريفي ليبوتيز من نتيجه غلط. يعني احنا لهنا كي نجيو نطبقوها على اليمين نخسر هذه ليبوتيز وهذه الكونكلوزيون والا الريزلت. احنا قلنا كونكلوزيون مفروض اذا كان انت ترى انه هذا غلط وتحب تبينه بكونتر اكزامبل تعطينا اكس تكون كي تضربها في 2 الا جذر 5
أصغر من 3، لكن الـ X ما هيش أصغر من هذا. دونك هذا اش معناه كونتر إكزامبل. لو كان مثلا في الويلة دوما ويني ويني فمش حاجة فيها ألور هاي الأعداد موجب قطعا والبيلانفيرس متاعه ألور الكونسيكونس هي هذه. إذا كان أنت تحب تفسر اللي هذه فوس بروبوزيشن تعطيني أ موجب وبي مقلوبة لكن هذه ما تجيش صفر، هذا هو اش معناه كونتر اكزامبل. جيسبر وضحت الصوره. اوكي دونك نحكيو على كومون مونتري كون بروبوزيسيون اي فوس على ليد دان كونتر اكزامبل. فهمنا؟ نعرف اللي تلام ذا يحب الكيو سي ام بلا جوستيفيكاسيون، مي احنا لهنا اذا كان تقنع روحك اللي انت جاوبت بارازار صحيح وتبدا فرحان ما تفرحش. مفروض لازمك تكون تجاوب وانت ما عارف النتيجه فريمون علاش صحيحه ولا علاش غلط. بس دي ما نشش نطولوا برشا، نعاودوا. اللوجيك ماتيماتيك مبني على دي فراز ماتيماتيك نحب نبينوها فري ولا فوس. فما دي زافيرماسيون وفما دي فراز. اليوم ركزنا على الامبليكاسيون. بروبوزيسيون معلومه تؤدي المعلومه اخرى. دونك ما تعلمنا اليوم اذا كان اون بروبوزيسيون، سي اون بروبوزيسيون سنسميها بي implique معناها عندك alors une autre proposition une proposition q وحدك تتسائل زعما الريسيبروك نتاعها صحيحه. اذا كان البروبوزيسيون q متوفره est-ce que la proposition p est vraie. دونك الحاجه الثانيه تقولك لو كان البروبوزيسيون ني با ساتيسفيت جم بريان دير، تنجم تكون الكيو صحيحة كيما الكيو غلط. دونك وش نعطيكم حاجة تبنيو على هذه. سيل بلو إذا كان فما مطر، سيل بو سيل بلو إذا كان فما أمطر، ألور جو بو أفيرمي كيليا دي نواج صحيح ولا لا؟ تعلموا المثال هذا باش تبنيوا عليه برشا حاجات في اللوجيك باش تتفسخ تفيق به. البروبوزيسيون بي هذه تتسمى اش تتسمى هذه؟ هذه تتسمى كونديسيون سوفيزونت. pour que le nuage soit présent. اذا كان فما مطر هذا يسمح لي انا باش نضمن اللي فما نواج. والنياج هذه تتسمى condition necessaire. ما نستعملوا هاشي لكن هاي ها وش نجي نقولها تشوفها صحيح. إذا كان A, B, C, D إتان parallelogram alors necessairement A, B قال C, D. دونك هذه تتسمى condition necessaire بالنسبة لهذه، وهذه كونديسيون سيفيزونت باش انت تستنتج هذه. معقول ولا لا؟ بون ساعات الامور تمشي في دو سونس. هذه كونديسيون سيفيزونت باش تستنتج هذه، وفي نفس الوقت هذه كونديسيون سيفيزونت باش تستنتج هذه. دونك مالا جو ريبيت الكونديسيون. ممكن قلت حاجه غلط تو خلينا نرجع نعاود. اي هذه خد حاجات به هذه تعتبر كونديسيون نيسيسير. فوالا لو كان نخزر لها الامبليكاسيون هك. اذا كان عدد رقم احد وصفر وخمسه الور الي نيسيسير يقبل القسم على خمسه. كي نخزر الامبليكاسيون صحيحه في الاتجاه هذا اش تولي تعتبر؟ هذه تعتبر كونديسيون سوفيزون تسمح لك باش تستنتج لهذا رقم احد وصفر ولا خمسه. لخص الأمور، إذا كان عندي أمبليكاسيون الأولى ذي تتسمى كونديسيون سيفيزون تتوفر نستنتج هذه، ما توفرش ما نقول شيء. كيما تو اسكو المطر عندكم تصب انتوما؟ جاوبوني. il ne pleut pas مثلا احنا في بيجا ما فهميش. اسكو زعما جو بو افيرمي لي فما نواج ولا لا؟
نجم تخرج تلقى فما نواج كيما ما فماش. دونك مي لا بروشين مو كي تجيك فورمول فيها الور توفرت الشروط نتاعك هذوما استنتج عينيك مغمضه اللي فما نواج فما حاجه ناقصه لان تيم بو ريان دير صحيح ولا لا؟ باهي. او الاستنتاج الاخر اللي هو لو كان ما فماش نواج منينش تجي المطر دونك جو بو افيرمي اللي ما فماش مطر صحيح ولا لا؟ اللي هيش نطبقها لنا لو كان ا بي مساوي لسي دي نو مش هذي عاد الصحيحة وين باردون ها هي الفوقانية دونك مالا سي دي إذا كان عندنا بروبوزيسيون بي امبليك بروبوزيسيون كي فاهمين النوتاسيون هذيا الور وحدك اش تفهم تقول لك اذا كان عندي نون بي معناها ما فماش مطر جو بو ريان افيرمي جو نو بو ريان افيرمي ما فماش مطر نجم يكون فما نواج كيما لا. باهي الحاجه الاخرى اذا كان الكونديسيون نيسيسير هذه اللي نيسيسير باش تصب المطر انه يكون فما نواج دونك اذا كان ما فماش نواج alors je peux affirmer اللي ما فماش مطر صحيح ولا لا؟ ايجا نقيسوا على هذه a b c d est un parallelogramme في درس الفيكتور est un parallelogramme alors هذه كونديسيون سوفيزونت باش تستنتج الحاجه النيسيسير اللي هي شنو ان الفيكتور ا بي يساوي دي سي ها هو ا بي سي دي فيكتور ا بي يساوي دي سي استنتاج في بلاصتو بي دونك وحدك تقولها كامل دونك سيت بروبوزيسيون ليفري مسيو علمني حاجه يتوفر هذا نستنتج هذا وعينيه مغمضه ا بي سي دي مش باراليلوغرام الله اعلم ينجم ا بي يساوي دي سي كيما ينجم مختلف مي لو كان ا بي ما فماش نواج ديفيرون دو دي سي جو بو افيرمي اللي ا بي سي دي ني با ان باراليلوغرام معقول ولا لا؟ دونك مال الكونديسيون نيسيسير كي ما تتوفرش جو بو افيرمي اللي الكونديسيون سوفيزونت نتاعها زادا مش متوفره واغلب حسب تجربتي اغلب التلامذه يستعملوا مالوريزمون يغلطهم هذا هو يعرف الفورمول سي بلو الور يا دو نياج يقول لك سي نو بلو با جو بو افيرمي اللي ما فماش نياج هذا مش صحيح يعمل لهم مشاكل في الريزونمون مش في الريزونمون هو يرى الريزونمون صحيح مي هو مش صحيح دونك انت بروشين مو كي تجيك فورمول فيها الور واغلب لي فورمول في درس الفيكتور فيهم الور ما عدا سينيفي شوي واغلب في بروجرام دونك بروشين مو تجيك فورمول فيها الور ثبت الشروط نتاعك متوفره استنتج استنتاجك وعينك مغمضه الشروط هذه مش متوفره سايب عليك رد بك تقول ابي ديفيرون باش تحب تبين هذا مشي شوف ثنية اخرى انت معناها نفترض في الاكزرسيس قالك مونتريك ابي ايجال دي سي ولا سي دي وانت حبيت تشوفه باراليلوغرام اوكي دونك ما لقيتش باراليلوغرام سايب عليك شوف ثنية اخرى تبين في هذا خاطر احنا قرينا موش باراليلوغرام يل سو بو يكون ابي ايجال دي سي ممكن تتسالوا كيفاش ها هو سيدي AB يساوي DC اشني رايكم est-ce que tu peux dire que ABCD est un parallélogramme bien sûr non تطبيق اخر في هذايا et je vais m'arrêter à ce stade
اللي هو شنو هي لحظه شفنا الكونتر اكزامبل. شنو تعريف الكونتر اكزامبل؟ هو وضعيه يتوفر فيها ليبوتيز مي الاستنتاج غلط، هذا باش نبينوا اللي بروبوزيشن كالي فوس. استعملت مصطلح مفروض مش جديد اللي هو بي كيو، هذه تسمى الريسيبروك. مش عندنا تيوريم دو تاليس وعكس تاليس، دونك كيف كيف هذا بيتاغور وعكس بيتاغور. دونك فما حاجات تراو نتعلموهم ضمنيا، ساعات العكس صحيح وفما تيوريمات ما عندهمش عكسهم خاطر غلطين. دونك علاش تاليس برك عطيناك عكسه؟ خاطر صحيح العكس نتاعو. وعلاش بيتاغور اذا كان مثلث ا بي سي دي، ا بي سي قائم اذا بي سي وكاري يساوي كذا؟ الور العكس شنو هي؟ لو كان لي بي سي وكاري يساوي ا بي كاري بلس بي سي كاري، الور جو بو افيرمي اللي هو قائم. في بعض الحالات الريسيبروك صحيح وفي حالات مش صحيحه، دونك ما نعطيوهالكمش. دونك اذا كان نطمنوني على لوجيك هذايا برشا مشاكل شتولي كانت تعرضكم تتنحى، اللي هي كي يعطيك مسيو تيوريم في الور، شوف روحك توفرت الشروط غمض عينك واستنتج هذا يتسمى كونديسيون نيسيسير وهذا يتسمى سوفيزون. ما عندكش هذا رد بالك تقول هذا غلط. مي لو كنت تعرف لي هذا مش متوفر tu peux affirmer لي هذا مش صحيح. ولا لا سيدي. pour finir مثال نتاع raisonnement، شفنا باش نبينو proposition quelle est fausse. فما نوع نتاع raisonnement اكيد راكم سمعتوا بيه، raisonnement par l'absurde. بيان سور انتم كيش تعاودوا الفيديو خير خاطر الكتيبة هكا مش منظمة، دونك كي تراجعوا الفيديو تنجموا تفهموا لي الفلاش هذا نقصد وش التشطيب هذا شنو معناها، مي كيش تاخذوا البابي هكا بي دي اف مش ورا. باه ريزونمون بار لابسورد، اش يصلح للريزونمون هذا؟ احنا تعودنا يقول لنا اذا كان عندك كذا، مثلا اذا كان ا بي سي مثلث وام تنتمي لهنا وان تنتمي لهنا وام ان موازي، الور ا ام على ا بي تذكره تالي اسمعنا يساوي ا ان على ا سي. به دونك كيفاش نعملوا؟ عاده نخرجوا من المعطيات هذه ونبداو نعملوا ريزونمون يوصل الور اوب حتى نجاوبوا على السؤال، فهمنا؟ دونك هما في لي زيكزرسيس يجي يعطيك بروبوزيشن يقول لك مونتري كو سي، ينجم يكون معطى واحد كما ينجم يكون بليزيور دوني، الور عندنا الريزلتا المعاينه ذي. دونك سي بي الور كو. ريزونمون بار لابسيود هو شنيا؟ باش يصلح يصلح باش نبينو اللي بروبوزيشن اي فوس، باش تبين اللي هذا نمبليك با هذا. دونك بور مونتري، راني قلت لكم كي تشوفوا الفيديو تفهموا خير، بور مونتري خاطر ما كتبش كل شيء، بور مونتري كو لامبليكاسيون هذيك بي امبليك كو اي فوس. تعلمنا قبيلة بكونتر اكزامبل، باش نتعلمو ريزونمون اخر بار لابسيود. اش نعمل؟ اون سيبوز كو اون ا ليبوتيز نتاعنا، عندنا ليبوتيز اللي هي هذي، لكن نزيد معاها نو ريزولتا. نفترض ني من عندي نجي نقولو ريت الريزلتا هذه نفترض عكسها. دونك نقولو سيبوزون كون ا ليبوتيز هذه وسيبوزون نتيجة صحيحة ونبدا نعملو في ريزونمون، اون دوا ابوتير ا اون كونتراديكسيون. نعرف لي راسك وجهك خاطر سي تري تيوريك، خنمشي ليكزامبل خير à une contradiction. B. Trouve l'intérêt.
عندي معطيات hypothèse plus non résultat بدينا نبنيو عليهم عملنا raisonnement عملنا raisonnement logique وصحيح اوب لقينا absurd لقينا حاجة مستحيلة لقينا 1 يقال 3 donc impossible ملفين الغلطة متاعنا رايجة تتبعوا معي هو في الأصل عطاني proposition P implique Q هي مفروض اللي فوس كيفاش نبينها فوس نقولوا نفترض بالليبوتيزة ذاية عنا non Q donc نجي نعملو كي عندي الليبوتيز ونزيدها non Q non résultat هذوما الزوز ولاوش عندي معطيات نبني عليهم انا استنتاجات نلقى حاجة absurd دونك مالا وين الغلطة إذا كان لي باساج هذوما سون كوريكت مالا فين الغلطة الغلطة في الفرضية ذي ليبوتيز ما هي موجودة في الإكزرسيس شنو زدنا احنا من عنا افترضنا أنو النتيجة غلطة هكا ولا لا دونك مالا باردون لا 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 مش هذي فوق جو ميكسكوز جو ريبيت نحب نبين جو ريبيت جيبيت ولا لا ريزمون فقت بها قبل ما نبعثها دونك نحب نبين البروبوزيسيون هذه دونك نجيو نعمل نقولوا نفترض عندنا ليبوتيز هذايا لكن ما تؤديش الذي تؤدي العكسة نون كو مثلا نقولوا سيبوزون كيل بلو ونزيد معها معلومة أخرى اي ان يا با دو نياج ونبدا نبني عليها استنتاجات منطقية Donc, je vais dire, supposons qu'on a l'hypothèse. Ah, voilà, très bien. Donc, pour montrer que l'implication est vraie. Je vais dire, c'est vrai. Je vais dire, nous avons l'hypothèse, elle est vraie. Mais nous avons dit, la nature est galte. Les deux hommes, ils ont dit, 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 الخطأ الوحيد هو في الفرضية ذي أن الرجلتا مش صحيح دونك تولي اللي افترضناه صحيح جو سيك في تيوريك خنمشي للتطبيق أبليكاسيون نجي نقول لك كي مونتري كو سي ان عدد او كاري اي بير الور الان يلزم يكون بير دونك هذه البروبوزيسيون فري هذه خاطر قال لي مونتري كو وين البروبوزيسيون بي هاي هذه ليبوتيز نتاعنا وين الريزولتا نتاعنا ان امبير شنو هو بار لابسورد ريزونمون بار لابسورد فاش يتمثل جيسبر بالاكزومبل هذا شي واضح اشخن الفرضيه نتاعنا ليبوتيز دونك اون ا ان كاري اي بير ليبوتيز تبقى صحيحه اي نزيدو معاها عكس هذا الريزلت مش صحيح اش معناها ان عكس ان اي بير ان اي تمبير ونحاولوا توا ولا عندي ليبوتيز نتاعنا الاصليه وحاجة افترضناها احنا الزوز مع بعضهم شن نحاول نعملو تمشي لازم نلقى ابسورديتي اي سيدي كيفاش نعملو ان امبير مش معناها الان كي نقسمو على 2 باش نلقى كوسيون والريست كومبيان دونك كيفاش تكتب الان 2 كو بلس 1 هذا الان وانا حاجتي بالان كاري أكوات إيقال N كاري في الحالة ذي بيانسيو الكو عند الطبيعي 2Q plus 1 أو كاري هش تولي تساوي النتيجة دي 4Q كاري دوبل برودوي 4Q plus 1 N أو كاري الجناية يتكتب على الشكل هذا نجم نخرج 2 منه ومنه 2 فاكتور صحيح ولا لا انشرها 2 × 2 ترجع 4 2 × 2 ترجع 4
يعني آخر الان ذاي الأوكاري نجمنا نكتبوه 2 في عدد طبيعي بلس 1 بلس 1 دونك راهو عدد امبير هكا ولا لا؟ اوكي دونك ابسورد ولا لا؟ يتناقض مع المعطيات. طيب شنو دونك مالا وين الغلطة؟ غلطة في الغلطة في الفرضية ذي اللي افترضناها. دونك مالا الان ما هوش امبير، مالا شنو هو الان؟ إلي بير. هانا جاوبنا على السؤال بطريقة أخرى. بون هذايا المفروض أنا بديت به أول حصة وقت نبداو فريشك توا مع الجوع والواحد ميسالش لا بروشين فوا توا نعاود هذا الكل. دونك باهي إن شاء الله سي لو ماردي 11 أنو عندكم هذا أنا هو فوالا هذا وهذا. دونك ديجا ذا في برشا ديسكسيون وهذا كيف كيف. دونك لا سيونس بروشين ابريوري 60-70% نتاع هذا. واش نبدا لكم الحصه بشويه لوجيك هذا باش نبداو من الاول فريشك نجمو نتبعوه. فهمنا اسيدي شاهي طيبه وانا بروشين ان شاء الله نهار 3 ل 11 اوكي. اي سيدي باي باي في الامان. سلام عليكم. سلامه عشمتي يعطيكم الصحه.